السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سنة جيمر، واليوم جايب لكم الحلقة 21 من اف تي بي اجريرين سكايز 2. اي لحظة، وين راحت الموارد حقي؟ اوه كويس، حسب. اوكي، في هذه الحلقة جايب نسوي في هذه الحلقة جنريتور، مو جنريتور، يسمونه مفاعل نووي. مفاعل نووي. طيب، عندنا الموارد حقه، الرياكتور كيسنج سوينا 16 حبة خلف الكواليس، المود حقه اللي اسمه بيج رياكتورز اللي هو هذه الادوات حقه. فنحتاج الى ستيل، سوينا الستيل، ونحتاج الى الجرافايت بار، ونحتاج الى اليالوريوم. طيب، اول شيء الستيل نسويه بهذه الطريقة اللي هي نجيب اما 2 بلفرايزد كول وايرون، او 4 بلفرايزد شاركول وحبة ايرون، ويطلع لنا حبة ستيل. اما بالنسبة الى الجرافايت فهو ينتج عن طريق حرق اما الكول اما الشاركول يطلع لنا. وبالنسبة الى اليالوريوم اللي هو المود، اللي هو الاور اللي جاي من المود، فلازم اول شي نجيب اليالوريوم داست اللي هو يطلع بنسبة 1% مع الساند، فكذا مرة صعب. فلذلك رحنا الى الهيت ساند الموجود في النذر، يطلع بنسبة 3%. فجبنا 7 ستاكات ولا شي زي كذا، حطيناهم بالسيف و طلعناهم هنا. فا اوكي، وهذا احنا جمعنا 9 حبات منه. فعشان نسوي رياكتور مفاعل نووي من المود حقت بيج رياكتورز، نحتاج اول شيء الى الرياكتور كنترولر اللي ينصنع بهذه الطريقة، 4 رياكتور كيسنج اللي تنصنع بهذه الطريقة، واثنين يالوريوم، 1 ريدستون ودايموند. طب خلينا نفضل انفنتوري. طيب، ونحتاج كمان الى الرياكتور كنترول رود بنصنع بهذه الطريقة، واللي بعده عندك الرياكتور باور تاب اللي ياخذ الطاقة وينقلها، وعندك اخر واحد اعتقد اليالوريوم فيول رود اللي نخزن داخله الوقود حقت المفاعل النووي. ايوه كذا خلصنا. طيب، عشان نصنعه خلينا نروح الى هناك. اول شي لازم تسوي قاعدة 3 في 3، هذا اصغر شي، فأنا بسوي أصغر شي حاليا لأنه ما عندي موارد. بعدين تحط الرياكتور كنترولر في واحدة من الأماكن الأربعة هذه، عادي أنا بحطه هنا. طيب، عندك الرياكتور باور تاب حطه هنا. وش بعد عندك؟ أوه صح، باقي جهاز نسينا نسويه، الأكسس بورت. خلينا نروح نسويه. طب إيش يحتاج؟ تشيست وبستن. طيب، هذا البستن كذا وكذا، وثلاثة خشب، وكوبلستون من هنا، ابعد، 4 كوبلستون. والحين نسوي البستن اللي هو هنا، سوينا البستن. الحين باقي التشست، تشست عندنا هنا، ويلا بينا نصنع الاكسس بورت. طيب، وين هو؟ سويناه هناك. احنا نروح الى المنطقة حقنا اللي سوينا فيها، نحط الاكسس بورت على اليسار او الورا. طب هذا خليه فاضي، هذا الفيول رود ينحط في النص، وهذا ينحط فوق الفيول رود، والباقي نغطيه بالرياكتور كيسنج الى ان يصير بشكل مكعب. طب كم واحدة نحتاج؟ 1 2 3 4 5 6، يعني نحتاج 8 ستيل. اوكي، خلينا نحرق كول ونرجع لكم. اوكي، عدنا لكم، سوينا شوية، وهذا هم نصنع 8 رياكتور كيسنج. خلينا نكمل ونصنع الرياكتور حقنا المفاعل النووي. طب باقي 3 حبات. اي ما خلصنا، اشتغل ولا لسه؟ ذا اخر حبة كذا، تمام، هذا هو اشتغل، تغير الشكل حقه، وهذا هو الرياكتور كنترولر. لازم نحط داخله الوقود حقه اللي هو اليالوريوم، نحطه من هنا. طب كذا نقص 4 حبات وامتلى الوقود حقه. طيب نخليه، لا ما نسوي شيء. طب هذا هو حاليا هو طافي، عشان نشغله نضغط هذا السهم الاخضر، وهذا هو اشتغل. هذا كمية الطاقة اللي داخله، هو حاليا داخله 30,000، والحد الاقصى عنده كم صفر؟ هذه 10 مليون RF. كويس. طيب، هنا يقول لك درجة الحرارة حقه،
وهنا يقول لك الاوتبوت اللي هي الانرجي اللي قاعد يسويها، وهنا الفيول الوقود اللي قاعد يستهلك، وهذا وشه ما ادري وش يعني. طب الزبدة انه قاعد يسوي انرجي. اذا حطينا شو يسمونه، اذا حطينا سيل اللي هو هذا هنا بيقعد يعبي طاقة، فلما يفضى بحطه هناك. ولا طريقة احسن، ايوه خلينا ناخذه، لا مو هذا، ايوه الليدستون فلوكس داكت، نوصله بالسيستم حقنا، سيستم الاجهزة، فكذا يصير على طول نشحن الاجهزة حقنا من السيستم هذا. حاليا هو قاعد ينقص، ما قاعد ينقص، قاعد يزيد، فتمام كويس، وبنفس الوقت قاعد يشحن هذه الأجهزة كلها، وتقريبا هي كلها قاعد تشتغل. طب نشوف الحجر حقك ما خلص، خلينا نعبيه عشان نحط جرافل بالجهاز اللي هو الأوتوماتيك سيف. فيلا نحط حبتين، تمام كذا، ونرمي الرياكتور كيسنج الباقي في الشيست. طب وعندنا شوية من الجرافايت بار، خلينا نشوف ايش يمدينا نستفيد منه غير البيج رياكتور. بس نستعمله في البيج رياكتور، فنوديه لهنا في حال احتجنا ان نسوي رياكتور ثاني. اوكي خلصنا من الرياكتور، الحين خلينا نفتح كتاب المهمات، يمكن في مهمة كانت تبغاه. او انا فاتح على هذولا، المهمة التي تعاد مرارا وتكرارا، عندنا مهمات كمان، كان عندنا 3 مهمات. وينها هي؟ شوف ما هي في أول 7، يمكن في البوتانيا، أيوة في البوتانيا، هذه هي المهمة الأولى اللي كانت تبغاني أسوي مانس بريدر مانابول. إيه ما سويت مانابول، أنا سويت اللي اسمه، وش اسمه كان، خلينا نشوف، أيوة ديلوتد مانابول، أيوة صح، خلف الكواليس عرفت كيف أمليه بالمانا. حطيت مجموعة من الدي بلوم، راح خلينا نجيب العصا، الدي بلوم هذه داخلها طاقة، الطاقة تروح لهنا المانس بريدر، ومن المانس بريدر الطاقة تطير إلى المانابول. حاليا هو اللون الأزرق مليان فل، يعني هذا أقصى طاقة ممكن ياخذها، أقصى سحر. طيب فإحنا الحين نشوف إذا يمدينا نحول الأيرون إلى مان ستيل ولا ما يمدينا، عشان كذا انا بدأت في المود اصلا بس عشان احول الايرون الى مان ستيل. فناخذ حبة ايرون ونشوف اذا يمدينا ولا ما يمدينا. upgrade your mana pool to infuse this item. يا ليل لازم اطور واخليه مانا بول. طيب عندنا مانا بول احنا ما عندنا، طب خلينا نصنع واحد، هو يحتاج 5 من الليفينج روك، شيله كله 8، ايوه 8 هنا. يا ليل انقلع في الشست ونسوي 5 بهذه الطريقة، وهذا ديلوتد مانابول، اعتقد ان نرميه هنا ويتحول. اوكي هذا هو تحول، والطاقة اللي نقصت خلينا نشوفها، والعصا ما نقص شيء، هذا اللي قاعد ينقص ويرجعه لهنا. طيب صار عندنا مانا بول الحين، فنحطه هنا هنا ونشوف الفرق بينهم. طيب ابى اخذ الطاقة من هنا الى هنا، كيف اسوي كذا الى هنا؟ يلا الحين هو بيعبي هذا، وبعدين باخذ المانا اللي هنا وبرميها لهنا بعدين لهنا. ولحظة يمكن يمدينا نسويها اذا جبنا مانا سبريدر ثاني وخلينا هذا يودي طاقته الى هنا. فانكشن مود، لا البند مود، من هنا الى هنا قاعد تعبيه، ما قاعد يعبيه، خلاص نشوف خلف الكواليس. بس الحين يمدينا نحوله، لسه المانا ما تكفي، يعني لازم نستناه يعبي. الحين هو صار فاضي، والزهور اللي حوله صارت فاضية كلها، فننتظره لما يتعبى بالطريقة المناسبة عشان نحول الايرون الى مان ستيل. فخلينا نشوف المهمات، اول مهمة اللي هي هذه في مانا بامب، وش يسوي المانا بامب؟
هل هو اللي احتاجه؟ طب ينصنع بهذه الطريقة. اوكي، يا ترى اذا كسرناه تبقى المانا داخله؟ ما بخاطر يا اخي، هذا لازم يقعد بهذا الشكل. طب اذا حطنا هنا، هي انقلب. طب كذا، هل المانا اللي هنا قاعدة تقل؟ لا ما قاعدة تقل. طيب نكسرك. وش نسوي؟ ايه المهمة اللي بعدها عندك، اللي هي كانت تبغانا نسوي البيور دايزي، سويناها. ونختار ريوارد باج، اعطتنا واند اوف فورست ثانية، والباكج جود. خلينا نفتحه. موتون جيركي، ما هذا الشيء؟ هذا اكل مقدم من تينكر كونستراكت، يزود نص بس، مرة شوية نص. طيب عندي الخبز التوست حقي، يزود 2، فنرميه هنا، نخلي هذا يستعمله. طب في مهمة ثالثة خلينا نشوفها، اللي هي كانوا يبغون ان نصنع الدي بلوم والفاجعة الكبيرة، تفتح 7 مهمات في اماكن اخرى. كفو، تعطينا 2 زيادة، نحطهم هنا. وهم موصلين الى اللي يسمونه هذا، حاليا كلكم تجون لهنا وانت توديه الى هنا. طب الحين مدينة برضو لسه، فخلينا نشوف المهمات، في شيء انفتح زيادة؟ لا ما في شيء. نشوف اخر صفحة، لسه فاضي زي ما هي. اوكي عدنا لكم، لقينا طريقة عشان ننقل المانا اللي من هنا الى هنا باستعمال هذا الجهاز اللي اسمه مانا تيبل. نحتاج 8 من الليفنج روك، وحبة من اما مانا دايموند او مانا بيرل. عشان نسوي واحدة منهم، مثلا المانا بيرل، لازم نرمي اندر بيرل داخل المانا بول، مش الديلوتد الضعيف، فلازم هذا يجيله طاقة، نرمي فيه له شي. بعدين يمدينا هذا السهم الأزرق، ننقل الطاقة من البول إلى هذا التيبل، بعدين نشيلها ونحطها هنا وننقلها من التيبل إلى البول، ويصير عندنا طاقة. طب حاليا أعتقد يمدينا نسوي مان ستيل، أخيرا يمدينا. طب هنا ما يمدينا، لكن هنا يمدينا، فنسوي ارمي كذا، صار عندنا مان ستيل اخيرا. الحين يمدينا نسلم المهمة حق التينكر تويز اخر حبة. كليم ريورد، اعطونا حبة من التيرا ستيل، اللي كيف تتسوى يا ترى؟ كيف تسوى هذه؟ هل يمديك تقول لي اذا رميتها على الارض؟ لا ما يمدي، لازم تكون محطوطة. طيب نرميها هي والمان ستيل هنا، ولحظة نوري، نحطها هنا. ايوه اوكي، خلينا نشوف سوينا مهمة احنا لما جبنا مان ستيل ولا لا. مهمات البوتانية، طب هما يبغون ريد ستون مانس بريدر، فخلينا نسويه. وايش يحتاج؟ يحتاج 4 ريدستون اعتقد، حبة واحدة. اوكي يلا نروح نجيبها، هذه هي وصلنا لها. نحط مانس بريدر وجنبه ريدستون، ويصير عندنا ريدستون مانس بريدر، وناخذ المهمة. يعطونا مانس بريدر اضافي ابو الفلة، مع انه حاليا احتاج واحد بس، الا اذا بسوي مصنع في المستقبل. فعندك اوكي مهمة جديدة انفتحت، الالفن مانس بريدر، هذا شكله اقوى من هذا، فنخليه في الوقت الحالي. ونروح نسوي الاسمبلي لاين، انا اعتقد اني سويت الاوتو سباونر اللي هي هذه، فاحنا حاليا نسوي الفيشر، الجهاز اللي اسمه فيشر. فنحتاج 2 من البلاستيك شيت، بلاستيك شيت 2، واثنين باكيت، واثنين ايرون جير، فنجيب 8 ايرون، ونجيب الجير كاست، ونروح ونحرقهم. عندنا كوبالت انجوت هنا، من متى؟ ما ادري، شكله من زمان محطوطة هنا، فخليه يسكب الكوبالت. بعدين ناخذ الايرون ونحط الجير كاست فيه. طب هنا في شمعة، شو تسوي هنا؟ ما ادري والله، يلا خلص علينا، خلص.
نحط الجير كاست، نستنى الايرون يخلص. طيب نسوي الاشياء الثانية اللي يحتاجها، باكتين، الباكتين اللي عندي ابغاهم، فنسوي باكتين غيرهم، هذا باكتين غيرهم، لازم نسوي كذا بهذه الطريقة المعوقة. طيب ونحتاج هذا الشيء اللي موجود في جميع الأجهزة، ما أدري ليه موجود في جميع الأجهزة. أوكي كذا سويناه، الحين نروح ناخذ 2 ايرون جير مع الكوبالت، ونرجع هذا ونودي هذا الكاست إلى هنا. أوكي إيش باقي لنا الحين؟ فيشنج رود، 3 ستيك من هنا، و2 سترينج من هناك. نروح ناخذ 2 سترينج، ويبينا نصنع السنارة. اوكي عدنا لكم بعد مدة طويلة نوعا ما، 4 ايام. فخلينا نسوي الفشر، المكان اللي وقفنا منه حطينا جميع المتطلبات، وهذا احنا سوينا الفشر، ونسلم المهمة حقته اللي هي موجودة في ال، وين كانت موجودة؟ هنا ولا مو هنا؟ موجودة في الاسمبلي لاين. ايوه هذا هو الفشر، ويعطينا فول هارت، ونأخذ هذا الفول هارت. وفائدة انه يصيد سمك فنحطه هنا في الوقت الحالي، نستعمله بعدين. بس الحين نشوف المهمة اللي بعدها، اشوف انها خلصت، واللي هي ايش؟ الاوتو سباونر والسفاري نت الريوزابل. اوكي اثنينهم سويناهم، السفاري نت والاوتو سباونر اثنينهم هنا. فهي بينا فائدة الاوتو سباونر انه لما تحط داخله سفاري نت، والسفاري نت فائدتها انك لما تضغط كليك يمين على وحش يخش داخلها، بعدين توديها في هذا المكان، ولما تحط له طاقة وموب اسنس يقعد يرسبنه بشكل لا نهائي. شيء كويس، لكن الموب تراب احسن منه لانه ما يحتاج طاقة. فنسلم المهمة. ايش داخلها هذه؟ يقول لك داخلها ميستري كريتشر، فممكن حتى يكون داخلها وذر بوس، فنرميها هنا عشان ما نستعملها بالغلط، وناخذ هذا الفول هارت نستعمله. المهمة التي بعدها ما سويناها، تمام. طب هنا نحتاج مهمة ثانية عشان نقدر نفتحها. طب هنا عندنا اوتو ديس انشانتر واوتو برور حق البوشنات، وديس انشانتر اللي هو عكس الانشانتر، يعني يلغي التطوير. طيب جهزنا مهمة هنا اللي هي الفلتر والريتريفر والسيرفو اللي موجودين هنا برضو. ايوه هذا الدكت سويتهم، باقي هذول. السيرفو سويته لما سويت اللاف جنريتر، وعندك الفلتر والريتريفر. هذا هو الفلتر، 2 ايرون، 2 ايرون انجوت، 1 جلاس، 1 بيبر، ويصير عندنا الفلتر. والفلتر فائدته انه يسوي فلتر. اي يا متحمس. طيب يلا اللي بعده، عندك الريتريفر، ايرون ايرون وجلاس واي اوف اندر واندوريوم نجت، الشيء اللي مدري ليه يحتاجه صانع عادي خلاني احول اندوريوم انجوت الى نجت. اوكي هذه هي الاشياء، حاليا ما نحتاجها فنرميها هنا، ونسلم مهمتها اللي تعطينا ريورد باج، والريورد باج هذه جود جود. طيب بسم الله وعلى بركة الله. ويبن راك، ستول، وودن تيبل، اشياء مش بطالة بالنسبة لجود، بس يمديني اصنعها. هلا ما يمديني، هذه من كوستوم ان بي سي، المود اللي ما يمديني اصنع فيه له شيء. اوكي يعني شيء مميز. طب نشوف مهمات ثانية. الله كل دي مهمات انفتحت ما شاء الله. طيب عندك الثيرمال بيجينينجز، هذه هي سويناها، اللي هي ماشين فريم بيسك، تعطينا الرابر سابلينج، الله عليك. طيب هنا على اليسار يبغانا نسوي الهاردند، ما نقدر. هنا يبغانا نسوي السوميل، ما سويناه، لكننا سوينا البلفرايزر. اوكي بيعطينا 8 ريدستون اور، نذر ريدستون، فناخذ هذه الريدستون اور ونرميها الى هنا عشان يتحول الى ريدستون عادي. وعندك مهمة الريد ستون فورنس، يعطينا 8 جولد، ابو الفلة موارد بالهبل قاعد تجيني. نرمي 8 جولد هنا، ونشوف المهمة الثانية اللي سويناها. عندك الماشينست ورك بنش، الله بيعطينا 8 اوراق زرقاء،
يمديني استعملها عشان ابني اشياء اوتوماتيك. واخر مهمة عندنا اللي هو السيسيليك اسمبلر اللي هو كنا نستعمله عشان نسوي ريدستون. وش هذا الريد برنت جديدة؟ كيف تنصنع؟ use on a device to copy its setting. اوكي، تحطها في ديفايس وينسخ الاعدادات حقه. وين احطها؟ طيب ما ادري. طيب احنا ما نحتاجها اصلا، فنرميها في التشست اللي على اليمين. وهي والرابر سابلينج ما نحتاجها، فنرميها في صندوق النباتات. اوكي، خلف الكواليس قعدت اخلي حويا المانابولي يجمع طاقة الى ما صرت الحين اقدر احول الانتر بيرل الى مانا بيرل. فبسم الله، هذه هي تحولت. وناخذ 8 ستون من هنا، ليفينج روك عفوا، ونحوله ونصنع منه ال شو اسمه هذاك المانا تابل، مانا تابلت. وناخذ الطاقة من هنا. كيف كنا نسويها؟ ايوه من هنا. طب يلا اشفط، كيف ارميك داخله كذا؟ تمام، هذه الطاقة كلها انتقلت لك. اما بس 20، كل دي الطاقة اللي جمعت بس 20. طب نرمي هنا، هاي فيك رجعت. طب انت كذا، اذا رميناك هنا خليناك تعطيه الطاقة. الطاقة اللي عندنا هذه كلها عبارة عن 58 بس، مرة شوية. طب نقلب هذا ونرميه، وتم إعادة الـ50 كلها. تم إعادة الـ50 كلها، يعني يبغالي نباتات ثانية. فنفتح الكتاب وندور عليهم بعدين، بس في الوقت الحالي خلينا نكسر هذه، ما عاد صرنا نحتاجها. يا ليل تطور، يا ليل يا ليل. صنع عادي، ما كنت أبغى يتطور. وش ذا اللي طلع؟ عنكبوت، شكله عنكبوت. اوكي، وش عندنا بعد؟ عندنا اشياء ثانية سويناها. ايوه السكاي فارم، طلعت لي هذه المهمة بعد ما سويت مهمة الريد ستون. تشوف المتطلبات تقول سيدز، شي عادي، لكن لا ما هو شي عادي. تبغاني اطلع سيدز الجروث والجين والسترينجث حقها 10 10 10 باستعمال مود الاجري كرافت. يعني تقريبا قعدت ساعتين عشان اسويها، وهذه هي النتيجة في النهاية. لما اضغط عليها كليك يمين تطلع لي 3 ويت، لا بعد 4 مو 3، فشي جميل. بس الشيء الخايس اللي فيها انك لما تستعمل بون ميل، لحظة خلينا نجيب عشان تفهمون. هذا البون ميل تجي تكبرها فيه بكليك يمين، المفروض لما تضغط كليك يمين يمديك تاخذ. ها زي هنا مثلا، كليك يمين كليك يمين كليك يمين يمديك تاخذ، بس هنا ما يمديك، ما ادري ليه كذا. لازم تمسك شيء ثاني غير البون ميل، تضغط كليك يمين بعدين ترجع وتاخذها من جديد، فتخلي السالفة تطول. فنسوي كليم ريورد. طيب اعطاك الماجنوم تورش. ماجنوم تورش ايش تسوي؟ تسوي تخلي الموبس ما يرسبنون على بعد 64 بلوك من كل جهة، فشي عملاق وكبير وجميل. بس احنا حاليا مشمعين الدنيا كلها فما نحتاجها. طب سوينا مهمة ثانية احنا بعد، اللي هي الماركت، اللي هو هذا الماركت اللي اشتريناه من زمان، صنعناه من زمان. طيب يعطينا ريوارد باج ويعطينا امرالد. ريوارد باج، يا ليل حسبتها ليجندري مكانها كذا، كأنها المهمة الأخيرة. بسم الله، كوبر اور بيري. طيب هذا الكوبر اور بيري نرميه تحت، عندنا منطقة له، خلينا نروح ونحطه فيها. نط من هنا ومن هنا. اوكي انا تحمست وقاعد اطير، مرة اللاعب صاير سريع بعد ما طورت البوتس. صار بروتكشن 3 وهيست 2 وان بريكنج 3. الهيست 2 هذا هو اللي مخليني سريع بزيادة، مو انا مسرع اللعبة ولا شيء. اوكي وش عندنا مهمات بعد؟ يعني هنا في مهمة اضافية يمدينا نسويها، عشان كذا هو 97% زي ما صار عندنا في الاسمبلي لاين. ايه شكله كذا الوضع.
اوكي، عدنا لكم. بقي عندنا شيئين وننهي الحلقة. اول واحد اننا بنستدعي البليز، من زمان اخذناه والحين بستدعيه عشان اخلص المهمة حقه. فنحطه داخل الاوتو سباونر. اول شيء نضيف له طاقة ونضيف له مصدر الموب اسنس، نخليه اوتبوت باستعمال المفك اللي عندنا اللي هو هذا. قاموا كده، رجع كليك يمين بس. ايوه، صار عندنا المتطلبتين. باقي اخر متطلبة، حط البلز وناخذ بهذه. تمام، الحين نرميك الى هنا ونذبح العديد منك. هيا اطلعوا لي. ليه ما يبغى يشتغل؟ هذا هو قاعد يشتغل، انه يعمل. هذا هو اول بلز، ويموت بضربة واحدة ويطلع لي سنوبول. خذ 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 خذ. أحا، تجمدت، أعطاني سلون ستري. أوكي، إيش رأيك نوقف؟ أعتقد كذا يكفي. وين المفك راح؟ هذا هو هنا. وقف عن عطائه. أي أي أي، موت. كم واحد بيطلع لي ذا؟ لسه يمديه يطلع اثنين ولا ثلاثة زيادة. طلعولي يلا، مرة بطيء يا أخي. تعال تعال، طاقة مليانة، ما هي ما تخلص، لكن الموب اسنس بيخلص. يلا بقى آخر واحد. لا خلاص، مع نفسكم. أعطونا ثلاث رسال، الله عليكم. يلا نحطه هنا مع دستة الرسال الموجودة عندي. طب هذا ايش يمدينا نستعمل فيه؟ البليزرود، يمدينا نصنع منه بليز رود لونها أزرق. يمدينا نصنع منها الكريوثيوم، والكريوثيوم يمدينا نصنع منه التطويرات اللي نطور فيها أجهزة الثيرمال اكسبنشن. طب يمدينا نصنع فيها شيء ثاني، مثلا تينكر كونستراكت. اوكي، هنا في أشياء اللي هي عالية المستوى. عندك هذا اللي هو يستعمل في صنع أقوى جيت باك، أقوى درع في اللعبة، اللي لسه مرة بدري عليه، فيعتبر مرة مهم هذا البلز. فنخليه في هذاك المكان ونروح ونرسبن السفاري نت هذه المجهولة في النذر. بس أول شي خلينا ناخذ المهمة حقه. تمام كذا، هيا بينا إلى النذر. احتمال تكون وذر بوس واحتمال تكون سبايدر، فمهما كان بحاول إني أهزمه. يلا ننتظر شاشة اللودينج حقت الذهاب إلى النذر. أوكي، وصلنا إلى النذر. نروح إلى نفس المكان اللي قتلنا فيه الوذر بوس نوعا ما، بس هنا يلا نحطك هنا. وش هذا؟ أخرتها خفاش، استهبلون علي بعد كل هذا الانتظار. خفاش، أستغفر الله العظيم. اوكي، عدنا لكم. خلينا نسوي النبتة هذه اللي اسمها اندو فليم. تحتاج ميستيكال براون بيتل وجلايت جراي وبني فيلو سحر واحمر فيلو سحر واحمر طبيعي، فكلهم لازم نرميهم هنا. هذه براون وهذه لايت جراي وهذه ريد. عندك هنا الاحمر السحري والبني السحري. بعدين نرمي حبة سيد، لازم نرميها، ناخذ اي لون عادي ونرميه. وهذه هي طلعت لنا اتشيفمنت بعد. اوكي، نرميها هنا. طيب، في الوصف حقها يقول انك اذا رميت اي شيء ينحرق فانها بتحوله الى مانا. مثلا نرمي هذا، ما ادري، ما فهمتها، نرمي شيء ينحرق ولا نرمي فيول زي الكول؟ فخلينا نشوف. مثلا الكول، إذا استعملنا الكول وجات طاقة بتكون مرة كويسة، لأنه عندنا كمية كبيرة من الكول. كذا لا، طب كيف انتو بالضبط؟ ما فهمتكم. The end of flame does that exactly. لحظة، وش قالت؟ طيب، any combustible item drop nearby and burn through them to passively generate mana while fuel lasts. اوكي، عدنا لكم. طلع انه بس لازم ارميها واستنى شوية وبتخلص هي. شوفوا، نرميها
نستنى 1 2 3 اوكي، وهذه هي خلصت. والحين هي قاعد تحوله الى مانا، وتوصل المانا الى هنا، والمانا تروح من هنا الى هنا. طيب سويت مانا سبريدر ثالث عشان نوريكم انواع جديدة من النباتات. عندنا اول واحدة اللي اسمها النايت شيد، 2 بلاك 1 جراي 1 بيربل، هذول هم جاهزين هنا، 2 بلاك 1 جراي 1 بيربل. نرميها هنا بعد ما نحط فيلو مويه. نحتاج باكتين لانه عندنا نبتتين. ارمي 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 وبربل، وحبة من السيد عشان تجهز عندنا النايت شيد. فائدة النايت شيد انها تنتج مانا خلال الليل وخلال المطر، على عكس الداي بلوم. هذه هي قاعدة ترسل طاقة الى هنا. خلينا نشوف مدى قوة الطاقة اللي ترسلها، يعني نوعا ما ضعيفة. ايوه ضعيفة. طيب النوع الثاني عندنا اللي اسمها، وش اسمها، خلينا نتذكر الاسم، ايوه الهيدروجيس. الهيدروجيس تكتسب طاقة، تحول الموية الى مانا، فتحتاج 3 صيان اللي هم هذولا. بس مو صيان عادي، تحتاج صيان فيلو ماجيك. فخلينا نشوف اي واحد اللي تبغاه ماجيك. تبغى حبة من البلو وحبة من السيان يكونون ماجيك. حبة من السيان وحبة من البلو، ترميهم داخل المانابول. طيب وحبة من السيان، تمام. الحين نرمي كل شيء داخل خوينا هذا، كذا وكذا وكذا. باقي حبتين كذا وكذا، وآخر حبة اللي هي السيد، وتنتج عندنا الهيدروجيوس سيد ولا فلاور اسمها، هيدروجيس بس. طيب الموية لازم تكون على نفس الارتفاع حقها، فلازم نسوي بركة احنا. اوكي عدنا لكم، زي ما انتم شايفين سوينا الهيدروجينس، حطيناها هنا على البودزل، حطينا كوبلستون هاف سلاب، حطينا بركة موية، وهذه هي قاعد تعبي طاقة او مانا ترسله الى خوينا المانا سبريدر من هنا الى هنا. شوفوا كيف تملى، مرة كثير تملى بالنسبة للبقية. فكذا يا شباب. اوكي يا شباب شكرا للمشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم تسونا جيمر، مع السلامة.